ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. فاجأت الفنانة المغربية رجوى السهلي التي اشتهرت بتقديم برنامج مشيتي فيها متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي بالإعلان عن طلاقها من زوجها بشكل رسمي. الخبر كشفت عنه الفنانة الشابة عبر تدوينة نشرتها على حسابها بموقع الإنستغرام، داعية الناس إلى عدم الخوض في خصوصيتها، حيث قالت: لقد انفصلت عن زوجي بعد وفاة والدتي، ولكنني فضلت ألا أعلن الخبر، ولكن هذا لا يسمح لكم بالتدخل في خصوصياتي وفي الخوض في عرضي، لأن أموري الشخصية لا تخصكم. وهو ما أثار استغراب جمهور رجوى السهلي هو أن الإعلان عن الخبر جاء بعد يومين فقط من احتفالها بعقيقة طفلتها، والذي جرى في إطار عائلي ضيق. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.